السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء. اتكلمنا كتير في فكرة ان فترة الخطوبة دي فترة مهمة جدا للحكم على الزوجين بتوع المستقبل هينفعوا لبعض ولا لا، وللأسف ولاد وبنات كتير مش بيعتبروها كده، بيدخلوا الخطوبة دي لما بيدخلوها بيفتكروا ان هي دي ايه حكم نهائي للجواز، وبيعتبروها فترة لطيفة تبقى حب ورد مشاعر هدايا، ومش واخدين بالهم من الشخصية والحكم عليها. وهنا يجي السؤال المهم، امتى البنت تاخد قرار بفسخ الخطوبة؟ اللي تشوفه في شخصية الولد فتاخد قرار بفسخ الخطوبة. موضوع مهم جدا هنتكلم فيه مع ضيفنا الشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا شيخ. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. يا رب يا رب، محتاجين بجد الستر قوي والصحة يا رب. الستر والصحة يا رب، والرزق الحلال الوفير يا رب، والفردوس يا الأعلى ليا وليك ولكل فريق عمل البرنامج ولكل الناس والمشاهدين يا آمين يا رب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم آمين آمين. ماشي، خلينا بقى في الخطوبة. هي هتخلص إن شاء الله فترة الخطوبة، يعني احنا بنفسخ دلوقتي. خلاص كفاية عليهم كده. لا لا، هي احنا مكملين، بس احنا في مرحله كده بنقول لبعض الناس افسخوا الخطوبه بقى. ايوه، احنا بننصحكم ان انتوا تفسخوا الخطوبه لو سمحتوا. ليه بقى يفسخوا الخطوبه؟ لما يكون ده مهم. قبل ما ابدا بس خليني اقول الحمد لله وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، تمم اللهم ما به بداتنا ولا تسلبنا اللهم ما اعطيتنا، اللهم امين. مهم جدا اللي احنا نقرا في كلام النبي عليه الصلاه والسلام ونربط ده. لو حد بيعرف يقرا في كتب الطب النفسي يقرا في الشخصيات اللي انا هتكلم عليها دلوقتي، في استقراء من خلال القراءه في كتب الطب النفسي طلعنا بعض الشخصيات كده، ان انت لو انت خطيبك شخصيه من الشخصيات اللي احنا نذكرها دي، لا افسخ خطوبتك، ننصحك ان انت تفسخي الخطوبه على فور. اول حاجه، انت فتره خطوبه احنا قلنا هي دراسه ومرحله تاكيد للاختيار اللي احنا اخترنا المعايير اللي احنا، سواء معايير اجتماعيه، معايير قلبيه، معايير دينيه، اخترنا على كده. فتره الخطوبه بقى بتظهر بقى الايه السرائر احيانا، ممكن الانسان مع التعامل معاه شهر شهرين ثلاثه اربعه استطيع ان انا افهمه اكتر. فمن خلال كده يبقى البنت عينها على شويه حاجات كده مهمة جدا، اللي أنا أعرف لو ده خطيبي فيه صفة من الصفات دي أو الصفات دي موجودة فيه، إحنا بننصحها ونقول لها ما تكمليش، لأن ده هيتعبك في حياتك فيما بعد. أول حاجة، إحنا عندنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكبر والتكبر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن المتكبرين أحاديث كثيرة جدا، وقال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. عارفة الذرة هي إيه؟ عارفة لو إيدي حطيتها على الأرض كده وبعدين نفضتها، فأي حاجة في إيدي موجودة فيها وانا مش شايفها دي اسمها ذره. خلاص، ده ابن عباس كان يقول كده يعني في التعريف ده. بعيدا بقى التعريف اللي هو الـ عند المتخصصين في تعريف الذره، فله التعريف الاخر ده. المهم النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لو واحد فيه الذره دي اللي هي التي لا ترى دي، الانسان يشوفها كده بعينه ما يعرفش يشوفها، فالانسان لو فيه ذره كبر لا يدخل الجنه. فقالوا يا رسول الله ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، بيلبس ثياب حلوة والحذاء بتاعه كويس ويلمعه بتاعه حاجة زي كده، هذا من الكبر؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق رد الحق وغمط الناس، احتقار الناس، ازدراء الايه الناس. فأول حاجة الشخصية اللي احنا بنتكلم عنها الشخصية المتكبرة بقى، ده الشخصية المتكبرة اللي هو بيبقى ماشي في الأرض مرحة كده قادر إن هو يخرق الأرض ويبلغ الجبال طولة كما قال الله عز وجل، وهو أرض تهدي معاليكي أدي وما فيش لنا وكلامي هو اللي ينفذ. بس الإنسان من خلال القراءة في كتب الطب النفسي وجدنا فيه شوية صفات كده، الصفات اللي هو إيه، وأنا أرجو كل واحدة تكتب الكلام اللي هو ده. من سمات الشخصية بتتسم بعدة سمات، أول حاجة ان هو شايف كل الناس قدامه كده اقل منه شاء، انا الكبير ولما اتكلم الكل يسكت، الناس كلها اقزام قدامي، هو شايف كده، انا العليا دي عنده ظاهره قوي، يعني زي ما بنقول ان هو كده في كبر، في غرور، في تناكه في شخصيته، شايف نفسه هو كويس. ده الشخصيه اللي انت بتشرحها كويس.
بس دي بتتسم بعده بقى سمات كده. اول حاجه زي ما انت بتتكلمي ده، ماشي. الحاجه الثانيه اللي هو شايف ان كل الناس اللي حواليه لابد ان هم يتفانوا في خدمته. يعني انا كله يخدمني انا. تلاقي واحد كده ممكن ثلاثة أربعة في مكتب كده في الشغل، وتلاقي واحد هو تنك عليهم، وقوم انت هات لي اعمل لي كوباية شاي، قوم انت هو تنك في نفسه كده. ده التنك ده اللي بيحب الناس دايما هي تخدمه، ده عمره ما هيخدم زوجته. لما تكون مريضة هيسيبها مريضة، مش هيروح لها أبدا. أناني كمان يبقى. نعم أناني. ما هو احنا لسه هنتكلم، هو فعلا بيبقى شخص أناني يعني. الحاجة الثالثة اللي هو بيستغل طاقات وجهود الآخرين، وبعدين ممكن يحط عليها اسمه. لا دي حاجه وحشه بقى. يعني وده على فكره موجوده في، انت عارفه، في لما نشوف في الاعمال العامه تلاقي كل واحد بقى ايه يعمل حاجه وبعدين هو ينسبها لايه، ينسبها لنفسه. الحاجه زي بعد كده هو متعالي. شوفي، عاوز افكر الحديث ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسن ونعله حسنه، ده ما فيهاش مشكله، بس الراجل دايما بيتعالى بلبسه. انا بشوف اللبس اللي انا بلبسه بكام، وشوف انت ايه. انت عارف هو تعالى في لبسه كده، بيتعالى حتى في كلامه، بيتعالى حتى في مشيته كده اللي هو انا يعني بتاع منظره، بتاع منظره. بص انا هقوله انت ترجمي بقى. ماشي. اللي بعد كده هو راجل دايما مش بيعمل. امال بيعمل ايه؟ هو كثير الحديث عن انجازاتي انا ومواهبي وانا بعمل كذا كذا، وهو ما بيعملش حاجه اصلا. هو دايما يتكلم على ايه، على ما اعرفش ده الترجمه تقول ايه في الوقت ده. وفي الوقت ذاته بيحتقر الناس التانية. يعني ما حد بيعمل حاجه قدامه يقول له ايه يا عم اللي انت عملته ده، اي كلام، ما فيش مشكله يعني خالص. هو مدي لنفسه حجم اكبر من حجمه. كويس، ممتاز عليك، جزاك الله خير. الحاجه اللي بعد هو كده شخص، كل الصفات دي في شخص واحد. في شخص واحد ده سيء جدا. يعني ممكن يبقى واحد في حتة تانية، احنا لو اجتمعت معظم الصفات دي بنقولها في سخي، في مثلا حتة منظر، لكن كل الحاجات دي في بعض لو في واحد، اجتمعت او معظمها موجودة في شخص واحد. ده بنقول لها لو سمحت على طول في سخي لإيه ده يبقى عنده. من سماته، معلش انا اسف هخلص، اللي هو لا يتعاطف ولا يتألم ولا يضحي من اجل حد. ما بتعاطفش مع الناس. ممكن مراته تبقى تعبانة فعندي مفيش مشكلة. أناني. أناني في مشاعره، أناني في ما يضحيش من أجل حد. إن تعالى روح للدكتور، روحي أنت للدكتور، أنا ما روحش أنا للدكتور. الجو برد، أنت عارفة اللي هو روحي حد قال لك إيه دلوقتي يعني. بعد كده اللي هو ممكن لو قدم معروف، قدم صدقة، قدم خير، فده بيقدمه من أجل مصلحته هو بس. يعني هو بيقدم الخير، يقول لك ايه قدم السبت عشان تلاقي الايه الحد. يعني ما بيعملوش لمين؟ لله تعالى. وبعدين ممكن يمعن في اذلال الناس اللي هو قدم لهم المعروف. يعني مش انا عملت لكم، لازم تنفذوا بقى. فده نخلي بالنا منه قوي. ما عندوش ابداع حقيقي او انجاز فعلي، لكن هو بيجيد التقليد، هو بيقلد بس. الراجل ده طيب لما نتجوز مستواك الاجتماعي عامل ازاي؟ طيب مخطط ايه لمستقبلك؟ هتفضل كده في الشقه دي ولا ناوي ان شاء الله؟ طب انت هتتحرك امتى؟ لا، هو الشخص التقليدي العادي اللي هو مش هيقدر يعمل اي حاجه على الاطلاق. الراجل ده يعني ما عندوش طموح، ما عندوش طموح. الراجل ده من صفاته مثلا او السمات بتاعته اصدقائه، عارفه الصديق المرحلي اللي هو الصديق المرحلي اول ما اكتشفه يبعد عنه ويروح لايه؟ لاصدقاء تانيين. اخر حاجه اول ما الناس تبعد عنه بيصاب بالاكتئاب، لانه نزعت منه المهابه بقى والناس بتتكلم عليه. فهو هو عايز الناس يبقوا هو دايما يحب ان هو يكون في دائره الضوء دايما يعني. فاللي زي ده معظم الصفات دي او الصفات دي كلها، الصفات دي كل صفه فيهم وحشه، بس ممكن يبقى انسان فيه صفه واحده منهم، لكن لو واحد فيه كل الصفات دي يبقى كارثه. او معظم الصفات دي برضه يبقى كارثه. يعني ما ترميش نفسك بقى خلاص، لا افسحي الخطوبه. احنا ناخد تليفونات ونرجع نكمل كلامنا. فاطمه اهلا وسهلا. فاطمه سامعاني؟ رحتي فين؟ هي راحت عشان اتاخرنا عليكي شويه، هي متصله من اول الحلقه. طيب معلش يا فاطمه، ناخد اسماء. الو. ايوه اسماء. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي يا حبيبتي. معلش انا اول مره اتكلم يعني في التليفون والبرنامج وكده. اهلا بيكي، بس وطي التلفزيون يا اسماء. ماشي، شكرا. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. انا عندي سؤالين، سؤال ليا وسؤال لواحده صاحبتي. قول. طيب ماشي. اول سؤال، يعني هي صاحبتي يعني متجوزه، بس يعني معلش في الكلمه خانت جوزها.
خانته يعني خيانة كاملة ولا حبت عليه واحد ولا ايه؟ خيانة كاملة كاملة. بس هي دي اللي حاليا تابت. طب كويس، تابت وراجعت الى ربنا ويعني وندمت. انا بس عاوز اسالك سؤال، مين قال لك اللي هي خانت خيانه كامله؟ هي اللي اعترفت؟ هي حكت لك؟ هي اللي حكت لي. هي اعترفت. تمام. حد عارف تاني؟ حد عارف تاني يا كاتي؟ انا هحكي لك اهو، هتعجبك في الموضوع. حاضر. هي دلوقتي حبت تبعد عن الشخص ده، بس هو اللي مش راضي يسيبها، بيهددها بالصور وبيهددها بكل حاجه. يعني هي بتتكلمه ان هي ايه، تتلاشي ان هي ما تنفضحش، فاهمني؟ وهي مش عارفه تعمل ايه. يعني انت هي حكيت لك انت والشخص ده بقى اللي هو دخل في حياتها، مفيش حد تاني يعرف القصه دي؟ لا، هو كان في شخص تالت صاحبه هو اللي يعرف، لما هي خلاص تعبت ولما لقيته بيهددها قالت لما اتكلمه ممكن ايه يخش عنها. جوزها ايه؟ يدافع عنها. يدافع عنها يعني هو صاحبه. فصاحبه قال لها ايه؟ يعني صاحبه لما لقى صاحبه واقف ضده، هو بعد عن صاحبه هو كمان. يعني صاحبه كان راجل كويس. وهي مش عارفه تعمل ايه، وهي بتقول انا بنكلمه عشان اتلاشى الفضيحه، انا مش عاوزه اخد ذنب ان انا اكلمه تاني. طب ماشي، يعني هو انا بس صاحبه، ايه الحاجات اللي عنده بيهددها بيها يعني؟ صور. صورهم سوا يعني؟ صور وتسجيلات وكده. لا، صور ليهم هما الاثنين. وهي مش عارفه تعمل ايه، مسجات مثلا وحاجات كانت بعتها له او كده. ايوه. طيب هي مش عارفه تعمل ايه، وبتقول يعني امانه كلامي ده معاه دلوقتي ان انا تلاشاه هاخد عليه ذنب برضه. ما هي المشكله ان هي لو فضلت تكلمه علشان تتلاشاه ممكن يفضل يضغط عليها فيخليها تعمل حاجه غلط تاني. لا، هي واقفه على الارض يعني ايه، قايله ان انا مش هعمل حاجه حرام تاني، وحايشه لو بص بتصده يعني بتصده بعدها عنها. ماشي، هي بتصده بس فاتحه باب المكالمات ده. أيوة، عشان هي خايفه انه بيهددها، لكن ممكن يفضل يضغط عليها ويهددها اكتر ويخليها تعمل مع حاجه تاني. ايوه، هو فعلا انا قلت لها كده. انا مش عارفه انصحها الصراحه، مش عارفه اقول لها ايه. قلت لها روحي قولي لجوزك وريحي دماغك. قالت لي كل واحد وليه رد فعل، انا مش عارفه رد فعل هيكون ايه. هو مش هيستحمل. هي مخلفه؟ هي حاليا حامل. هي ممكن لما حملت هدت شويه واتكد ربنا وحاسس بالذنب وكده اكتر. طب يعني الواحد مش عارف. طب السؤال بتاعك ايه بقى؟ انا مش عارفه اقول لها تعمل ايه، وهي بتقول انا مش عاوزه اخد ذنوب تاني اكتر، كلامي ليه ده هاخد عليه الذنب، بس ربنا عارف نيتي انا فيها ايه. طب هو في سؤال انا والله مش عارفه اساله ازاي بجد. لا، مش هنساله. انت عارف السؤال؟ إيه هو السؤال؟ انا عارفه السؤال اللي انت عارفه. هي متاكده بقى؟ لا، مش متاكده كمان. ده من مين البيبي ده؟ تسالش. ايوه، انا كنت حاسه بكده برضو. تسالش كمان، انا مش عاوزه اتكلم في التفاصيل يعني. لا ما تتكلمش طبعا، يعني اصل الموضوع بصراحه غريب جدا. انا ما كنتش عاوزه اتكلم على حاجه دي على الشاشه، بس انا عاوزاكم تعملوا حلقه على الموضوع ده عشان من شخصيه واحده ده كتير. اعرف ناس كتير عن الموضوع ده. انا لسه ما اتجوزتش. انت بقى اتعقدتي بقى، مش هتتجوزي. انا اعرف بنات كتير ماشيه في الموضوع ده. انت يعني اعملي حلقه على الموضوع ده بالذات. هنعمل عن الموضوع ده لان في اكتر من قريب جدا ان شاء الله، يعني خلال اسبوع نعمل حاجه حلقه او اتنين على الموضوع ده. حاضر. انا عاوزاك بقى تفيدني في الموضوع ده. هي قاعده وسامعه بس هي مش قادره تتكلم. ماشي. مش عارفه تعمل ايه في اللي في بطنها. يعني انا قلت، يعني انا استغفر الله العظيم سامحني يا رب، انا قلت نزق يعني ايه كده. هي في الشهر الكام؟ لا، هي خلاص عدت معاك. طيب خلاص. طب بقول لك اسالي بقى السؤال بتاعك انت عشان نجاوبك. خلاص ماشي. انا بصلي الوقت بوقته. بس دماغي دايما مشغوله وانا بصلي، دماغي بتروح في حتت بعيده غصب عني. بتسرحي في الصلاه يعني؟ بسرح في الصلاه. وايه، معلش في الكلمه، يعني بيجي مثلا بقعد استغفر وبدعي، تفكير بيجي في دماغي يقول ايه، هو مثلا الاستغفار هيعمل لي ايه؟ بس عندي يقين ان الاستغفار هيطلعني من حاجات كتير، وعندي يقين ان ربنا هيستجاب دعائي، بس هو ده تفكير بيجي في دماغي لوحده كده، انا مش يقينه بيه، مش مؤمنه بيه. ماشي. فاهماني؟ فاهم. ماشي يا حبيبتي. معلش وشكرا. يعني اولا بالنسبه لسؤال حضرتك اللي هو قضيه اللي انا ممكن اسهو في الصلاه وبتاع،
فده وارد اصلا، وده غالب الناس بيقع في الفعل ده. اذا سهى احدكم في صلاته، يعني الحديث يقول كده، اذا سهى احدكم فالسهو ما فيش مشكله فيه. طيب اعمل ايه؟ استعيذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم، وبعدين بكمل صلاتي. طيب بعد ما اكمل صلاتي، احنا علمنا النبي عليه الصلاه والسلام ان في ختام الصلاه اللي هو استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم اتوب اليه، بقول ثلاث مرات، بسبح ربنا 33، الحمد لله 33، الله اكبر 33 او 34، وبعد كده آية الكرسي، وبعدين المعوذات، الإخلاص، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. كل ده تمام الصلاة، عشان لما يبقى فيه نقص في الصلاة من خلال السهو ده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها. فأنا مركز في الصلاة بنسبة 70%، 30% تلاقي النوافل بقى بتكمل، تلاقي الاستغفار والتسبيح والتحميد والتكبير ده بيكمل، استغفار اللي انت بتقوليه ده كويس جدا يكمل. فسيبك من الشيطان ومداخل الشيطان اللي يقول لك هيعمل لك الاستغفار، لا، هيعمل لك حاجات كتيرة جدا، هيكمل كل ده، وإن شاء الله ربنا يتقبل منك يا رب العالمين. لكن لو أنت سهيتي في الصلاة، أنا صليت ركعة ولا اتنين، ابني على الأقل، بمعنى أنا بصلي العصر مثلا أو الظهر أو العشاء أربع ركعات أو المغرب ثلاث ركعات، فأنا صليت يا رب اتنين ولا ثلاثة، يبقى أنا صليت اتنين، بأبني على الايه الاقل، وبعدين اجيب ركعه ثانيه او اكمل بقى الصلاه، وبعدين اسجد سجدتي الايه سجدتي السهو قبل السلام او بعد السلام، ما فيش مشكله. ماشي، واجابتك بقى على سؤالها الاولاني بتاع هو اجابتي على السؤال الاولاني، اول حاجه انها يعني لابد ان تصدق مع الله تبارك وتعالى في قضيه التوبه، تصدق صدق اكيد مع الله تبارك وتعالى. الصدق مع الله عز وجل ليه تتوب فتكثر من الصلوات النوافل بعد الصلوات المفروضات، لأن الراجل لما راح لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نزل القرآن وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فواحد قال له ليه خاص يا رسول الله أم للناس عامة؟ قال بل للناس عامة. فهي تكثر من المسألة دي. الحاجة الثانية، لو تابت إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحة مع كثرة استغفار وصدقة لغاية لما ربنا يقبل توبة، إمتى بقى؟ أدام أنا مش عارف، فأكثري من التوبة إلى يعني لقاء الملك سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية، من صدق التوبة قطع العلاقة مع الرجل الثاني ده يا أستاذ دعاء، ما ينفعش إلا أنا أتواصل معه عشان خايف، لا، قطع العلاقة. وربنا تبارك وتعالى لما يلاقي صدق النية ده، ربنا تبارك وتعالى بيبعده عنك، وهو مش هيقدر يعمل الكلام ده، لأنه هو كمان هيتفضح، أدام الصور كمان بتاعته موجودة هيتفضح، ومحدش عارف رد فعل جوزك أو أهلك إيه. فأنت اقطع العلاقة تماما وقولي له كده أعلى مفخلك يركبه، يعني أنت تعمل اللي تعمله. طب هو لو استمر في حاجة زي كده وخلاص لا مفر، ممكن تشوفي بقى، معرفش، تقدر تشوف محامي، تبلغ بقى الشرطة، حاجة زي كده. ده أنا تحاول أنها ما تعملش كده عشان ما تتفضحش، هي عايزة تلم. ما أنا بقول لو الدنيا بقى استمرت أكتر من كده، لو هو بدأ بقى إيه يهدد، لا بدأ يظهر فعلا، تروح تبلغ عنه. خلاص أدام هو بدأ يظهر أبلغ، بس هو مش هيقدر يظهر ده، قطع العلاقة تماما. وربنا لما يعلم صدق التوبة هيبعدوا عنك ان شاء الله، وربنا هيحميك ان شاء الله عز وجل. طيب اقول لجوزي؟ لا، ما تقوليش لجوزك، ما تعرفيش رد الفعل عامل ازاي. توبي الى الله عز وجل، استتري بستر الله تبارك وتعالى، ما تحكيش لحد. صاحبه الثاني بقى اللي صاحب زوجك ده برضه مالكيش علاقه بيه، يعني هو الراجل مالكيش علاقه بيه، وصاحبه الثاني مالكيش علاقه بيه لو سمحتي. بالنسبه بقى للحمل، الحمل خلاص ده حمل كامل ينزل، احنا مش متاكدين من مين، خلاص ولا تبحثي عن المساله دي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد للفراش وللعاهر الحجر، وهي مش متأكدة أصلا ده من مين. فخلينا كده تمام لغاية لما تولدي بالسلام إن شاء الله، لكن صدقي مع الله تبارك وتعالى، وإياكي اللي أنت تفضحي نفسك، استري نفسك، والله عز وجل ستير حليم سبحانه جل وعلا. ولازم هنعمل فعلا حلقة نتكلم فيها، هنعمل حلقات عن الموضوع ده، إن ما ينفعش الست المتجوزة إن هي تبص لواحد تاني أو تخون جوزها، وكل راجل برضو متجوز لازم يراعي مراته في الحب وفي المشاعر ويحتويها عشان ما تضطرش إن هي تمشي في خطوات الشيطان وتبص لحد تاني، أي واحد معدي يقول لها أنت جميلة تروح تعمل معاها علاقة، يعني بسبب إن مثلا جوزها بيشتمها ولا بيضربها ولا ما بيديهاش حقوقها ولا ما بيقولهاش كلمة حلوة. يعني في مشكلة في العلاقة الزوجية، لازم كل واحد
يعني كل واحد عشان احنا عاملين كده السلسله يحتوي الثاني، الست تحتوي جوزها وجوزها يحتويها، اللي هو يبص بره ولا يبص بره. يعني ربنا يهدي الناس. والاصل بقى ان احنا نرجع للدين، ما هو لو الواحد بيعرف ربنا عمره ما هيخون، يعني سبحان الله ربنا. وهو بس السؤال لو حصل حاجه زي كده في لحظه من اللحظات جاء ملك الموت ويبعث الانسان على ما مات عليه، فكل واحد عمل معصية يستغفر ربه ويتوب إلى الله عز وجل، يصدق التوبة مع الله تبارك وتعالى، يستر نفسه ولا يفضح نفسه أبدا على إطلاق، وربنا إن شاء الله تواب رحيم، بل يبدل هذه السيئات إلى حسنات. استغفر الله العظيم وأتوب إليه. ناخد أم مدحت. أهلا وسهلا. أهلا بيك. أهلا يا حبيبتي. أهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي. بس أنا أصلا أنا ابني ماشي مع واحدة جارتي، وبعدين انا مش عارفه اقول اتصل بابنه وهو جوه معاه ولا بلغ البوليس ولا اعمل ايه. يعني انا متضايقه جدا من الحكايه دي. لا يعني مش فاهمين، يعني انت ابنك بيعرف واحده جارتك، جارتك دي ست متجوزه يعني، بس جوزها متوفى وقاعده لوحدها تحت. جوزها ومخلفه او جده كمان عندها 60 سنه. جده. وابنك هي عندها 60 سنه؟ وابنك عنده كام سنه؟ عنده 44. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب وإيه يعني العلاقة مش متوازنة أصلا يعني؟ أنا هعمل إيه يعني؟ أعمل إيه؟ أنت ما اتكلمتي قال لك إيه؟ قال أنت مجنونة. طب أنت متأكدة ولا تكوني فعلا عندك شكوك وخلاص؟ متأكدة. متأكدة طبعا. متأكدة. من يعني أقول كده لله في لله؟ أنا حاجة بيت الله وعارفة كل حاجة. متأكدة يعني شفتي حاجة بعينك ولا سمعتي في التليفون؟ لا ما شفتش، لقيته نزل تحت وخبط ودخل وقعد عندها لغايه الساعه 12 ونص بالليل. ايوه لما سالتي قال لك ايه؟ قال انت مجنونه. قال لي ايه؟ انا قصدي يعني يمكن ما فيش حاجه. لا في يا ماما، في، انا عارفه كويس. طب انت ما جربتي تكلميها هي؟ لا طبعا انا شتمت عليها، بس هي سمعت الشتيمه كمان، لانها يعني البيت واطي بتسمع الكلام. ابنك متجوز؟ لا. طب انت دلوقتي السؤال بتاعك انك انت عايز تعملي ايه؟ اتصل بابنها يجي وهو تحت ولا بلغ البوليس عليهم ولا اعمل ايه؟ انا متغاظه جدا جدا جدا. بس انت كده هتعملي كارثه لابنك كمان وليها. انا خايفه لا يدخل يقتله. اعمل ايه؟ طب اعمل ايه طيب؟ يعني الشيخ احمد طبعا هيقول لك، بس انا يعني شايفه انك تحاولي تتكلمي مع ابنك اكتر. بتكلم وبهدلني، صدقيني بيبهدلني اخر بهدل. اتكلمي معاها، اتكلمي مع الجيران. حضرتك ليه اخوات تاني؟ يعني ليك اولاد تانيين؟ له اخواته، بس ممكن يبهدلهم هم كمان، ما حدش بيقدر يكلمه، ده هو مجرم اصلا. عصبي يعني؟ عصب النفس، ربنا ينتقم منه يا رب. لا معلش ما تدعيش على ابنك برضه. طيب يا حبيبتي ابدا من اللي بيعمله فينا. ماشي يا حبيبه قلبي ماشي. مش عارف مش عارف مش عارف يعني. بس بلاش فكره انها تقول لابنها ولا تقول للبوليس، بلاش الفضايح دي يعني، تحاول هي تلم الاول الموضوع يعني. هي تنصح برضه. تنصح ابنه، تنصح الست، تنصح دي. ابنها وتنصح الست. تقول لهم والله انا يعني مش عارف يعني ايه اللي يحصل، لان هي يعني خايف اقول كلام، لان هي بتقول ابنها مجرم او حاجه زي كده، فممكن لا يعني عصبي يعني. الله اعلم يعني. ما فيش ام تدعي على ابنها بالطريقه دي. غلط يعني. الام اللي تدعي على ابنها يبقى شافت المر يعني، خلينا نقول شايفه المر من الولد ده. فانا شايف الحاجه اللي انت انصحيها هي كمان. نطلع بقى مستوى تاني. انا والله هبلغ، ما تقوليش الكلمه دي، لان الله اعلم انا خايف من صوت حضرتك ان ممكن ابنك ده ممكن يعمل اي مصيبه سواء مع حضرتك ولا مع غيرك. فقولي اخواته، قولوا له يا جماعه يعني شوفوا صرفه مع اخوكوا ده وربنا يهدي. انا مش عارف والله يعني، مش عارف اقول اكتر من كده يعني. ربنا يهدي. ادم هو شخص مجرم يا استاذه دعاء. ربنا يهدي. ربنا يهدي. فهمني. ربنا يهدي. ماشي يا شيخ احمد، انا بشكرك في نهايه الفقره. جزاك الله خير. ربنا يكرمك وربنا يهدي الاحوال في كل البيوت يا رب. وانا هسيبكم دلوقتي مع تقرير وتواصل فعاليات حمله بنحب الحياه اللي اطلقتها الجمعيه المصريه لالتهاب الامعاء المناعي للتوعيه بخطوره الامراض المناعيه للامعاء برعايه شركه جانسون مصر. تعالوا نشوف التقرير. يمكن
يمكن دي اهداف الاجتماع ده ان هو يمكن نتاج للحمله او التعاون المثمر مع شركه جانسن كاحد الشركات الرائده في مجال علاج الامراض المناعيه عموما. يمكن ده بعد انطلاق حمله بنحب الحياه اللي احنا يمكن عملناها من سنتين تقريبا، وكان الغرض منها ان احنا نوصل لاهم طرف في المنظومه الطبيه هو المريض. طبعا المريض بحيث ان المريض يكون على وعي تام بالاعراض المختلفه، بالذات الاعراض اللي هي بتبقى في بدايه المرض من امراض القولون، المرض القولون المتقرح او مرض كرونز. وبالتالي ان احنا العيانين دول بتوصل لهم الرساله بطريق مبسطه جدا، عن طريق ان احنا بنطلع اساتذه كبار من الجمعيه على شبكه التواصل الاجتماعي، بحيث ان هم يكونوا موجودين على تواصل تام مع المريض، بحيث ان يعرفوه الحاجات اللي هي الاهم بالنسبه للاعراض المهمه جدا اللي بتكون بدري، وطرق العلاج المختلفه، بحيث ان هو يقدر يروح للدكتور اللي هو ممكن يكون مفيد جدا بالنسبه له. علاج الامراض المناعيه بيمر بكذا مرحله لغايه ما بنوصل الى العلاج البيولوجي. خلال الفتره دي بننقل المريض من حاله عدم استقرار تماما الى حاله استقرار. طبعا التوعيه بتفرق كتير قوي مع المريض. احنا مش بس بنوعي المريض نفسه، احنا كمان بنوعي الكوميونتي اللي حواليه، اهله واصدقائه، لان الدعم بيفرق كتير قوي، لان مريض الامعاء المناعيه حالته النفسيه بتاثر كتير قوي في اعراضه، وكمان الريسبونس بتاعه للعلاجات بتاعته، فالدعم النفسي ليه بيفرق كتير جدا جدا جدا. الجمعيه المصريه اللي ليها اهداف جوه مصر في صوره رفع كفاءه الدكاتره وتدريبهم على وسائل التشخيص وكيفيه العلاج، ودي حاجه خدنا فيها سنين طويله، مؤتمرات وندوات، ولدرجه ان احنا عملنا مؤتمرات خاصه بينا احنا كامراض مناعيه للجهاز الهضمي بحاجه مهمه جدا. والهدف كان هنا ان احنا عارفين ان المرض ده لو ما اتشخص مبكر هنقابل مضاعفات. هو مرض في الاصل التهابي لكنه بيتصرف تصرفات خبيثه شويه، عنده قدره يعمل نواصير، عنده قدره يعمل انسدادات اورام، ويبقى العيان كل شويه في جراحه، كل شويه يوصل لمرحله استئصالات متعدده، ومقابل عيان غير قادر على الانتاج ان لم يكن بيستهلك اقتصاديا مني كتير جدا. شركه جانسون بريادتها وخبرتها الطويله في مجال الامراض المناعيه بتسعى دايما لمسانده المريض المصري. بنؤمن جدا بدورنا في التوعيه. على سبيل المثال، مرضى التهاب الامعاء المناعيه ممكن يتم تشخيصهم بالشكل الصحيح بعد عده سنوات، لان اعراض المرض في بدايته بتتشابه مع أمراض أخرى أشهرها القولون العصبي. لذلك بترعى شركة جانسون حملة بنحب الحياة اللي أطلقتها الجمعية المصرية لأمراض التهاب الأمعاء المناعية. فخورين جدا إن أول جمعية مناصرة لمرضى التهاب الأمعاء المناعية قررت اختيار شركة جانسون كشريك لها للتوعية بالمرض. النهارده بنعلن فيه او بندشن حمله عن اعاده تاهيل مرضى السكتات الدماغيه واصابات الراس الرديه، ودي من اهم الاصابات اللي بيتعرض ليها الناس او الشعوب في مختلف الاعمار، وبالذات السكتات الدماغيه دلوقتي نتيجه نمط الحياه المتسارع وبعض الجانك فودز اللي برضو كل الشعوب متجهه اليها، فبتخلي الناس تظهر عندهم اعراض السكتات الدماغيه في اعمار اصغر من كده. في الجلطات او الستروك ان نمنع الاول الجلطات. عندنا عوامل كثيره، اهم عامل هو التدخين، لازم نبطل التدخين ونمنع الناس من تبطل. احنا ما زلنا في مصر عندنا كميه تدخين، رغم انه العالم كله بيحارب التدخين، اوروبا وامريكا ما فيهاش حاجه اسمها التدخين في اي حته. اللي دخن ده في بيته، حتى بيته دلوقتي ممنوع لو عنده اطفال. التاني عامل هو السمنه، احنا عندنا سمنه مفرطه. التدخل المبكر في اللي احنا في حاجه اسمها عندنا الساعات الذهبيه، اللي هي 4 ساعات ونص من ساعه حدوث الاعراض. لو المريض جه فيهم بياخد حاجه العقير اللي هو مذيب للجلطه، وبيبقى بيفتح الشريان تاني، لان احنا طبعا المشكله عندنا في المخ ان هي احنا بنتولد بعدد معين من الخلايا العصبيه، ودي بنعيش بيها وبنموت بيها، فاي يعني اي اصابه في الخلايا العصبيه ما بتعوضش للاسف.
البروتوكولات العلميه هي في تحديث مستمر، واحنا بنضمن انه يبقى في تطبيق لهذه البروتوكولات بالشكل الصحيح في السوق المصري. فعن طريق البرامج البحثيه العلميه بيتم اكتساب الخبره في تطبيق هذه البروتوكولات، وبيتم ايضا ادراج عدد مبكر من المرضى على هذه البروتوكولات اللي طبعا تضمن النتيجة المناسبة للمريض المصري. طبعا للأسف إصابات الرأس بشكل عام بتحتاج وقت للتعافي، وزي ما احنا عارفين الشباب أكتر فترة الإنسان بيبقى منتج فيها، فما قدر الله حد بيحصل له مشكلة زي كده طبعا بيفقد إنتاجية، يعني الدولة نفسها بتفقد إنتاجية كبيرة جدا. يعني احنا ما عندناش إحصاءات في مصر، بس في أوروبا مثلا قدروا إن الواحد اللي بيحصل له، يعني الشخص الواحد اللي بيحصل له مشكلة في الدماغ لو كان شاب بيفقد حوالي 1,300,000 يورو في السنة. ده رقم كبير جدا، ان انت لو حسبتي كام عدد بقى الناس وضربتيها في الرقم ده هتلاقي ان الدول بتفقد بالبليونز، مش بس من ملايين. اهلا بكم مشاهدينا، وفقرتنا هنستضيف فيها ضيفنا الداعية الاسلامي دكتور صالح الشواف. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ. انا ما بقتش ضيف خلاص، مقيم معاكم في البرنامج. طبعا اهلا وسهلا. ربنا يحفظك. احنا النهارده هنتكلم عن الشتاء والبرد، صح كده؟ كلنا بردانين. بردانين جدا، بردانين جدا. ربنا يحفظك يا استاذ دعاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. ثم اما بعد، الحقيقه ان تغير الفصول ده وتغير المواسم دي يعني من ايات ربنا سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال لنا: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فتقلب الليل والنهار وتغير الفصول وربيع وخريف وشتاء وصيف، هذه الفصول المتغيرة، كل هذا من آيات رب العالمين سبحانه، من دلائل وحدانيته. من يقدر على هذا غير الله؟ من يستطيع هذا إلا الله؟ الأرصاد النهاردة بتتنبأ بكرة هيبقى فيه مطر وبعدين ما بنلاقيش حاجة، طب بكرة هيبقى فيه حر ويصدق أحيانا ولا يصدق أحيانا، والكل يتنبأ بأحوال الطقس وماذا سيحدث، وتصدق هذه التنبؤات كثيرا ولا تصدق بعض الأحيان. لماذا؟ لأن الكون كله بيد الله، لأن خزائن السماوات والأرض بيد رب العالمين سبحانه. فالكون كونه والملك ملكه والسلطان سلطانه، يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. عشان كده محتاجين نقف وقفة كده مع الشتاء. هذا الموسم كان السلف بيفرحوا بدخول موسم الشتاء. ليه كانوا بيفرحوا بدخول موسم الشتاء؟ لأن كان سيدنا ابن مسعود يقول: هو الغنيمة الباردة. ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ابن مسعود يفرح لما الشتاء يدخل، يقول: يطول ليله فنقومه ويقصر نهاره فيصومه. يعني بيعمروا ليل الشتاء بالقيام بين يدي رب العالمين، فرصة بقى العشاء بتأذن بدري والليل طويل، فبنقدر ننام بدري، ممكن نصحى قبل الفجر كده بنص ساعة أو حاجة، نصلي ركعتين، نطلب من ربنا بقى اللي احنا عاوزينه. فدي فرصة في موسم الشتاء، يطول الليل للقيام. الله عز وجل قال: ومن الليل، بيأمر سيدنا النبي، ربنا بيأمر سيدنا النبي في سورة المزمل، بيقول له: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. قيام الليل هذا دأب الصالحين، وهذه عبادة المقربين لرب العالمين سبحانه وتعالى. الله لما تكلم عن الصالحين من عباده قال في شأنهم وفي وصفهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ما بيقدروش يناموا كتير، مشتاقين، ينصبوا الأقدام بين يدي الرحيم الرحمن، ويظهروا الذل لرب العالمين، إن يا رب احنا سايبين الفرشة بتاعتنا وسايبين الغطا بتاعنا في هذا البرد الشديد عشان نقف بين إيديك يا رب ونقول لك: من ليس لنا غيرك يا رب العالمين. فدي قمة الذل لربنا، أن تترك الفراش الناعم والغطاء الدافئ لتصف الأقدام بين يدي الرحيم الرحمن. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يدعون ربهم خوفا وطمعا. ففرصة أن يبقى ليك ورد في الشتاء ده من قيام الليل قبل الفجر بتلت ساعة، بنص ساعة، بربع ساعة بس، قوم صلي ركعتين اتنين وركعة وتر لتأخذ أجر قيام الليل. طب أنا مش هقدر أصحى، وبصحى لصلاة الفجر متأخر شوية، فكده أجر قيام الليل هيفوتني. أقول لك: اوعى بقى تضيع الأجر، وصلي قيام الليل قبل ما تنام. قبل ما تنام بربع ساعة بس هنتوضأ وهنصلي ركعتين اتنين
او اللي ربنا يقدرك عليه 4 ركعات 6 ركعات 8 ركعات، المهم نختم الصلاه بركعه وتر. ولما نيجي للوتر بقى فرصه بقى نطلب كل اللي نفسنا فيه من الملك سبحانه وتعالى، لانك سبت الدنيا ورايح له تقول له يا رب ليس لي غيرك، يا رب انا اصف الاقدام بين يديك ذلا وافتقارا مني اليك. فدي ادعى الاوقات ان ربنا سبحانه وتعالى يستجيب دعائك ويحقق لك سؤلك ويعطيك مرادك ويلبي لك ما تتمنى. كمان فرصه ان النهار في الشتاء استاذ دعاء بيكون قصير، ففرصة نعمر هذا النهار بالصيام. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث الصحيح، قال والصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. يعني إيه الغنيمة الباردة؟ يعني غنيمة سهلة، ما جيتش بقتال ولا بحرب ولا بمجهود ولا بطلع فلوس كتير ولا بقوم أتعب. هي الصوم في الشتاء هو الغنيمة الباردة، يعني السهلة اليسيرة، عبادة سهلة، ان النهار قصير فتقدر تصوم. وبعدين الصوم ده عبادة عظيمة جدا، من صام يوما، يوم واحد بس في سبيل الله، بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، 70 خريف بيوم، 70 سنة، 70 سنة بيوم تبعدهم عن النار بيوم. وبعدين ده كمان، ده احنا لما نفكر في حاجة مهمة يا أستاذ دعاء، هو مش البرد ده من نفس جهنم؟ مش النبي قال لنا كده؟ الزمهرير ده من نفس جهنم؟ سيدنا النبي قال لنا كده، قال اشتكت النار إلى ربها قالت يا رب، والحديث صحيح، اشتكت النار إلى ربها قالت يا ربي أكل بعضي بعضا شدة النار، فأذن لي أن أتنفس، فأذن الله لها بنفسين. كل ده كلام سيدنا النبي، فأذن الله لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأما ما تجدونه في الشتاء من زمهرير فمن نفس جهنم، وأما ما تجدونه في الصيف من حر فمن نفس جهنم. اللهم عافنا، اللهم عافنا يا رب، اللهم عافنا يا رب، اكتب لنا براءة من النار يا رب، وكل من يسمعنا ويتابعنا ويشاهدنا يا رب العالمين، اللهم آمين. فكل البرد ده اللي احنا مش مستحملينه ده نفس واحد بس من أنفاس جهنم. سيدنا النبي بيقول لك صيام يوم واحد بس في سبيل الله يبعدك عن النار 70 خريف. طب من الحاجات الجميلة جدا في البرد ده أستاذة دعاء، كثرة الوضوء. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ألا أدلكم، النبي يقول لهم أقول لكم حاجة تقربكم من ربنا؟ شايفة طريقة سيدنا النبي الجميلة وأسلوب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم السهل اللين حتى مع الصحابة؟ قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا. الذنوب اللي احنا عملناها دي مش موجودة، السيئات والكبائر والخطايا والمعاصي اللي احنا اقترفناها، وللأسف كثرة المعاصي، يعني كل لسه بنسمع المكالمة قبل ما ادخل مع حضرتك، المجتمع يعني للأسف في بعد شديد عن رب العالمين سبحانه، الكبائر انتشرت والمعاصي انتشرت بشكل مرعب في المجتمع. لذلك احنا محتاجين ندعو الناس للعودة إلى الله، ندعو الناس للصلح مع الله، محتاجين نقول يا مسلمون عودوا إلى ربكم، يا مسلمون اصطلحوا مع الملك سبحانه وتعالى. فالنبي بيعرفنا طريقة، كلنا بنغلط وكلنا بنقع في ذنوب، سيدنا النبي بيعرفنا الطريقة اللي نمحي بها الذنوب دي كأنها ما حصلتش. فبيقول للصحابة ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا بلى يا رسول الله، فين هو بس؟ احنا نفسنا في العبادة دي. قال شوفي بقى يا أستاذة دعاء، إسباغ الوضوء على المكاره. يعني ايه إسباغ الوضوء على المكاره؟ يعني احنا في البرد ده الواحد لما بيفتح الحنفية ما بيكونش مستحمل يحط ايديه وبيستنى يتأكد ان السخن اشتغل الأول. فالنبي بيقول لنا ان الوضوء في البرد ده من أعظم العبادات اللي تقرب لربنا، وانت مش ايه، مش مستحمل ان المية تلمسك. قال إسباغ الوضوء على المكاره. شوفي بقى اللي جاي يا أستاذة دعاء، لكل الرجالة بقى اللي بتشوفنا صلاة الجماعة. قال وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. كثرة الخطى إلى المساجد صلاة الجماعة، إن على قد ما تقدر، ما استطعت إلى ذلك سبيلا أوعى تفرط في صلاة الجماعة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، إن أنت قلبك بقى متعلق بالصلاة. أنت في 5 مرات في اليوم أنت تقابل فيهم العظيم الله، تقابل فيهم رب العالمين، فأنت مشتاق للوقت الثاني اللي هيدخلك على ربنا، أنت بتخش على الملك من الصلاة. لذلك النبي كان يقول لسيدنا بلال، كان يقول له إيه؟ أرحنا إيه؟ كان يقول له يا أستاذ دعاء أرحنا بها يا بلال، كان يقول كده سيدنا النبي لبلال، يقول له أرحنا بها يا بلال، ريحنا بالصلاة، ريحنا أرحنا بها يا بلال. لذلك قال لك كثرة الخطى إلى إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد،
وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ودي رسالة لكل اللي مقصر في الصلاة، هترجع لربنا امتى؟ هتصطلح مع ربنا امتى؟ هتحافظ على الصلاة امتى؟ ده العهد الذي بيننا وبين النبي قال كده، العهد اللي بينك وبين ربنا هو الصلاة، دي الصلة اللي بتصلك بالله عز وجل. الصلاة سميت الصلاة من الصلة، لان دي اللي بتوصلنا بالملك. لكن النهارده بنسمع ايه؟ هخطف بس العصر بسرعه، هخطف بس المغرب، احنا مش عاوزين خطف. ده دي اعظم مقابله مهمه عندنا في اليوم بتاعنا كله طبعا. فمحتاجين نقدر هذه اللي عنده ميعاد مهم بيقوم بدري وبيستعد له وبيلبس له احسن لبس وبيجي في مواعيده وبيلتزم وبيتهيئ بكل انواع التهيؤ لهذا الميعاد. ما عندناش ميعاد اهم من مقابله الملك، الصلاه. فلذلك لابد نستعد لهذا الموعد. صح كده، حاسك هتقولي لي بتيجي الحلقه متاخر، استعدي. لا تعليق. لا لا عاوزه تقوليها. احنا دلوقتي نسيب مشاهدينا مع اول تقرير خير ومؤسسه سقيا الماء ونرجع نعلق عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك في حضراتكم جميعا يا رب، اللهم امين. ربنا يبارك في كل من يتابعنا ويشاهدنا الان يا رب، اللهم امين. ويجبر بخاطر الجميع، من جبر خاطر الخلق جبر الحق خاطره. النهارده احبابنا الكرام، مؤسسه سقيا الماء بفضل ربنا سبحانه وتعالى تنتقل من مكان لمكان، من محافظه لمحافظه، من منطقه الى منطقه، من مشروع الى مشروع، ومن فكره الى فكره. النهارده فكرتنا اللي بنقدمها النهارده بفضل الله رب العالمين فكره الابار الجوفيه. فكره الابار الجوفيه، احنا موجودين النهارده في بني سويف، ربنا يبارك في اهل بني سويف وفي اهل الصعيد جميعا يا رب، اللهم امين. دعوه للخير معنا في مؤسسه سقيا الماء من خلال هذا المشروع الجديد، مشروع الابار الجوفيه. لازلنا وسنظل كمؤسسة، مؤسسة سقيا الماء، نعمل من أجل الإنسان، فإن مؤسسة سقيا الماء تعمل من أجل الإنسان. ومؤسسة سقيا الماء داعمة لكل ما فيه ازدهار ونماء، وأي مشروع جديد متعلق بالماء ستجدون مؤسسة سقيا الماء. وما دمنا إحنا كمؤسسة نريد الخير، فالله سبحانه وتعالى يوفقنا دائما للخير ونكون نافعين للغير. لما نيجي نتكلم على بير زي البير اللي ورايا ده، البير اللي ورايا ده تقريبا بيساعد حوالي 25 اسره، من 25 ل 30 اسره. عشان كده اهل الخير لابد ان يتعاونوا. ربنا تبارك وتعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. المؤمن دايما قليل بنفسه لكن كثير باخوانه واعوانه. المؤمن الانسان اللي هو ايد واحده ما تسقفش. عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام حث على العمل الجماعي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أصابعه. الخير ده هتلاقيه في ميزان حسناتك، هتشوفه في الدنيا وهتشوفه في الآخرة، لأن النبي قال لنا: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. مؤسسة سقيا الماء، نعمل من أجل الإنسان. أجمل حاجة أن أنا أتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لن يشبع المؤمن من الخير حتى يكون منتهاه الجنة. فما دام فينا قلب ينبض
فلن نتوقف عن العمل الخيري. إحساس عظيم جدا بالسعادة إن ربنا استخدمنا وكنا سبب في سعادة إنسان، أو كنا سبب في إدخال السرور على قلب حد. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال لنا إن أفضل العبادات سرور تدخله على قلب مسلم. رسالتي لكل متبرع، أنت تبرعت في المكان الصح وأنت ساعدت في المكان الصح، ونوعدك بالمصداقية وبالأمانة، وده أهم شيء. إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر أين أقامك الله، فشوف ربنا حطك فيه واستخدمك فيه، تعرف قيمتك عند ربنا. فربنا استخدمك رسول رحمة للناس، واستخدمك تقدم خير للخلق، فهذا يدل على أن الله يريد بك الخير. فمن أراد المشاركة والمتاجرة والربح العميم والخير الذي ينتظره يشارك هذه المؤسسة فيما تصنع، وفقها الله لما يرضيه، إنه على كل شيء قدير. دمتم للخير سباقين ولنا داعمين. مؤسسة سقيا الماء، نعمل من أجل الإنسان. تعليق أخير في نهاية حلقتنا. ربنا يكرمك يا أستاذة دعاء، بنتكلم عن البرد وعن الشتاء، ففرصة نفتكر في هذا البرد من لا مأوى لهم. في ناس ما لهمش مأوى في هذا البرد الشديد، بيكتووا من شدة البرد، ما عندهمش ما يدفئهم في هذا الشتاء. سقيا الماء بتقوم بحملات توزيع بطاطين، وإن كنا يمكن ما بنصورش الحملات دي لأن بنعتبر إن دي حاجات استثنائية كده في المؤسسة. انت عارفة مشاريع المؤسسة الأساسية، محطات المية والأبار، فبيقوموا بحملات لتوزيع بطاطين برضو للحبيب يشارك في هذا الأمر. ده موسم الأبار بقى في مطروح، ده موسم عمل الأبار في مطروح، الأبار التخزينية اللي بتنزل مية المطر، فبدل ما تضيع وتروح هدرا في الصحراء فتنزل في الأبار دي وتتخزن فيها. ربنا سملنا المطر رحمة، فقال وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. سبحان الله. بشكرك جدا في نهاية الحلقة، بشكر كل مشاهدينا، واسيبكم اخر تقرير خير في حلقتنا النهارده مع مؤسسه سقيا الماء. بشكر حضراتكم، بشكر كل اهل الخير اللي جم تعاونوا هنا مع مؤسسه سقيا الماء. وزي ما احنا شايفين الارض كلها غرقانه بيفط بيضه وبالنخل الحقيقه اللي تم زراعته على مدار سنتين، واحنا النهارده بنحتفل وجايين لحضراتكم الالف نخل الجديده اللي تم زراعتها مع مؤسسه سقيا الماء، والخير اللي جاي اكبر، والكره باذن الله رب سقيا الماء هتنتشر اكتر واكتر لمساعده اهالينا المحتاجين. صراحة أنا تعمدت وقاصد إن أنا أصور جنب الصك ده. الصك ده رقم كام؟ 3554 بعنوان أو الاسم بتاعه صحبة في الخير. لكن أنت لما تعمل حاجة بينك وبين ربنا أنت من السبعة الذين يظلهم الله في ظله. من اللي قال كده؟ سيدنا النبي. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منها ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمين. كناية عن التستر، وكناية عن التخفي، وكناية عن أنه يسر عمله لا يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فواظبوا على هذا وبادروا بهذا، واجعلوا بينكم وبين الله سبحانه وتعالى خبيئة. أنا فرحان جدا النهاردة، وبجد سعيد جدا جدا. في يوم من الأيام
سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أم مبشر الأنصارية رضي الله عنه ولقى نخل، فلقى نخلة مزروعة كده، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من غرس هذه النخلة؟ مين اللي زرع دي؟ وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو دابة أو شيء إلا كان له به صدقة. أيوة طبعا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن إيه اللي يحصل؟ فلنحيينه حياة طيبة. ودايما أقول كده، مد الخير ومد إيد الخير في هذه الحياة هتلاقيها أضعاف مضاعفة يوم القيامة، لأن الخير ده بيروح عند الكريم سبحانه وتعالى، والكريم إذا أعطى أدهش بعطاء. اللي نقدر نقوله في هذا المشروع في زرع النخيل في وادي النطرون، بننتقل من مكان لمكان ومن مشروع لمشروع ومن فكرة لفكرة ومن خير لخير، وبنسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الخير دائما، وأن نكون من أسباب اللي بتدعو الناس إلى فعل الخير. يا رب اللهم أمين. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. في اللي نقدر أقوله لحضراتكم أحبابنا الكرام، معاك الفرصة الآن، معاك الفرصة الآن إن أنت تشتغل، معاك الفرصة الآن إن أنت تتاجر مع ربنا، معاك الفرصة الآن إن أنت تفعل خير، معاك الفرصة الآن إن أنت تقوم بالإنفاق، معاك الفرصة الآن إن أنت تقوم بالصدقة بفعل الخير في كل مكان قبل ما يجي لك الوقت وتقول يا ليتني. ربنا يجعلنا دائما من فاعلي الخير ومن الدالين على الخير والدال على الخير كفاعله. ربنا يبارك في حضراتكم جميعا يا رب اللهم أمين. دمتم للخير سباقين ولنا داعمين. مؤسسة سقيا الماء، نعمل من أجل الإنسان.